للمرة الأولى منذ 10 أعوام يتراجع معدل الزيادة الطبيعية للسكان، بحيث ينخفض بنسبة 2.4% عام 2015 لكل محافظات مصر. هذا ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيانه الصحفي. أكبر تحدي في مصر النهاردة بيواجهها وبيواجه جهود التنمية اللي بتواجهها الحكومة بكل اهتمام، وزي ما شفتوا في البرنامج المعدلات النمو السكاني المرتفعة جدا. فإحنا الحمد لله الرسالة اللي احنا بنوجهها للنهاردة للشعب ان احنا اول مرة من 10 سنين مواليد ما يزيدوش عن السنة اللي قبليها. مواليد 2015 انخفضوا عن مواليد سنة 2014 لاول مرة من 10 سنين. هذا الانخفاض هو انخفاض بسيط، لكن نقطة ايجابية مهمة جدا ان احنا بطلنا نزيد. في حاجة اسمها ان في جهود في الدولة بتتم على جميع المستويات من جميع الاطراف، سواء كانت قومية، جهات حكومية او غير حكومية، المجتمع المدني بيعملوا في اتجاه واحد. فحضرتك القياس اللي بنقوله النهاردة ده انه في انخفاض بسيط في معدلات النمو السكاني بيعني ان في جهود مستمرة وستستمر ان شاء الله. احنا الان على طريق سليم فعلا، كل الوزارات والجهات القومية المشاركة بتعمل وبإصرار على ان احنا يكون لنا اثر تنفيذيا. بيطلع قرار ربع سنوي او بيطلع تقرير ربع سنوي، هذا التقرير مطمئن وبنقدر من خلاله ان يبقى عندنا تغذية راجعة عن الجهات التنفيذ بتاعها لا يرقى الى تنفيذ الاجزاء او المهام بتاعة الخطة الاستراتيجية القومية للسكان، وبنبتدي نبقى بنراجع معاهم التنفيذ يكون احسن ازاي. النقص اللي حصل او الانخفاض اللي حصل انخفاض بطيء جدا ومحدود، ولا يعني يحقق النتيجة اللي احنا بنأمل فيها في المستقبل، هي تحقيق التوازن بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي. على الرغم من هذا التراجع والجهود المبذولة من كافة وزارات الدولة للوصول إلى نسبة مأمولة، إلا أن نسبة الانخفاض الذي تحقق هي نسبة ضئيلة بالمقارنة مع النسب المأمول تحقيقها وفقا للاستراتيجية القومية للسكان.